رجع هولاكو بالسبي والأموال إلى أذربيجان، فنزل إلى خدمته لؤلؤ فخلع عليه ورده إلى الموصل، ونزل إليه ابن سلايا. لاحظ، أتاه لؤلؤ خلع عليه وأمضاه في مملكته وفي سلطانه، فصار لؤلؤ أميرا، صار خليفة، صار إماما، صار أمير مؤمنين بيمن بإمضاء هولاكو، بشرع هولاكو، بتشريع هولاكو، برسالة هولاكو السماوية. هو الذي عين لؤلؤ، هذا هو حال الحكام المسلمين في ذلك الزمان. ويقولون الحكام العرب الآن الدواعش المارقة يتهمون الحكام العرب بالعمالة. من من الحكام العرب الآن يفعل وفعل مثل ما فعل أولئك الحكام أئمة المارقة، أئمة الدواعش؟ لا يوجد من وصل بفعله إلى ما فعل أولئك الأئمة وأولئك الحكام الذين يقر ابن تيمية بأنهم من أهل التقديس ومن الدول القدسية ومن أولياء الأمور الذين يفترض طاعتهم وتفترض طاعتهم. لاحظ كيف يتصرف هولاكو. يقول: ونزل إليه ابن سلايا فضرب عنقه، وبعث عسكرا وحاصروا ميافارقين، وبعث رسولا إلى الناصر وكتابه. لاحظ، بعث رسولا إلى الناصر وكتابه. ماذا قال له؟ كتاب هولاكو إلى الناصر، إلى الملك، إلى السلطان الصلاحي القدسي. ماذا قال له؟ التفت كيف يتحدث هولاكو، ما هي لغة هولاكو، ما هو أسلوب هولاكو. يقول في كتابه: خدمة ملك ناصر طال عمره، إنا فتحنا بغداد واستأصلنا ملكها وملكها، وكان ظن إذ ظن بالأموال ولم ينافس في الرجال أن ملكه يبقى على ذلك الحال. يعني لاحظ وصف الحال، يعني هولاكو هنا أعطانا سبب وحقيقة سقوط الخلافة. يقول: هذا جمع الأموال واعتز بالأموال وكدس الأموال ولم يهيأ الرجال. فيقول: توقع بأمواله، باكتنازه للأموال وبامتلاكه للأموال سيبقى على ما هو عليه. يقول: وكان ظن إذ ظن بالأموال ولم ينافس في الرجال أن ملكه يبقى على ذلك الحال، وقد على قدره ونما ذكره. يقول: فخسف في الكمال بدره، إذا تم أمر بدا نقصه، توقع زوالا إذا قيل تم. ونحن، والكلام والرسالة والكتاب من هولاكو إلى الناصر، يقول له: ونحن في طلب الازدياد على ممر الآباد، فأبدي ما في نفسك وأجب دعوة ملك البسيطة. التفت، يقول له: وأجب دعوة ملك البسيطة، ملك الأرض. هذا هو تفكير زعماء المغول، هذا هو تفكير قادة المغول. كل منهم يعتقد في معتقده أنه ملك العالم، ملك البسيطة. يقول له: وأجب دعوة ملك البسيطة، تأمن شره وتنل بره، وأجب دعوة ملك البسيطة، تأمن شره وتنل بره، واسعى إليه ولا تعوق رسولنا والسلام. أقول: هذا هو نهج هولاكو، هذا هو نهج هولاكو ومن ورائه قادة المغول وسلاطينهم، فمنذ بدء تخطيطهم وتحركهم لغزو بلاد الإسلام قرروا وأعلنوا أنهم يرحمون من يستجيب لهم ويطيعهم ويعلن الولاء لهم ويدفع الجزية لهم، فيبقى هو ورعيته دون أن يمسهم ضار. وأما من لا ينقاد لهم فالإبادة الجماعية له ولرعيته، والخراب والدمار للبلاد.